اذكر خضارا يؤكل دون طهي. دون طهي الخضار دون طهي. وعدا الخضروات الورقية. عدا الخضروات الورقية. عدا الخضروات الورقية. هناك خضروات تؤكل دون طهي. يعني ما تنطبخ. ما تنطبخ ما تطهى. شنو هي؟ يعني هي يعني هي ممكن تنطبخ أو أنت لكنه ممكن أن نأكلها بدون طهي. الطماطة. الطماطة. خلينا نشوف الطماطم البندورة. صح. هذا اللي أقصده. الطماطم موجود لكنه خامس احتمال. ممكن تعرف أعلى احتمال؟ الخيار. الخيار. الخيار يا خيار. هلو. وهو أعلى احتمال. إذن من حقك أن تقرر. نجي وياكم نسألكم لو تحوله على العبادي. لا ويانا ناخذه. يلا اتفضل. تفضل أخ أحمد.